عايز اتكلم مع حضراتكم عن محمد مجدي قفشه. نوعيه اللعيبه دي يعني اكيد كل الفرق الكبيره بتكون محتاجاها، لاعب دايما بيظهر في المباريات الكبيره بيخلصها لصالح النادي الاهلي، لاعب فعلا مهم. وجهه نظري وجود قفشه مع النادي الاهلي من اللعيبه اللي لازم تبقى موجوده، خصوصا لما بتلعب 4-2-3-1، ده حقيقي. وجوده في الملعب بيكون له دور مختلف. اتكلمنا على مجدي قفشه امبارح كمان، وانا يعني اتكلمت في جزئين. الجزء الاولاني لو محمد مجدي قفشه عنده شكل وعنده يعني عنده كواليتي خاص كده مش موجود في اي حتى فرق الدوري المصري، صح، على مستوى النادي الاهلي مش موجود الكواليتي ده في الوقت المناسب، يقدر يعمل ويغير نتيجه مباراه، يقدر يسيطر على ريتم الماتش في فتره من الفترات. أيوة. قد فقد تركيزه، ولكن جماهير النادي الاهلي واداره النادي الاهلي قدر يرجع تاني بشكل اكتر من رائع. محمد مجدي قفشه على موعد مع قضيه جديده، يعني القضية اللي هو الثانية ملتزم يعني يعني بشكل او باخر، وزي ما انت بتقول يعني اهله ووالدته بتدعي له، لان كمان التوقيت واحرازه هدف دايما بيبقى في ذكرى جماهير النادي الاهلي وفي ذكرى تاريخ النادي الاهلي، ده اكيد يعني ربنا راضي عنه بشكل كبير جدا. صحيح. ان محمد بالتخصص على موعد مع قضيه جديده ان شاء الله، لكن يعني تكون قضيه عالميه، غير يعني اول قضيه كانت افريقيه في شباك الزمالك وحسم بيها لقب كان مهم جدا، لقب دوري ابطال افريقيا في الوقت القاتل. لكن الحقيقه كمان يعني معانا كابتن اسلام تقرير صوتي عن قضيه جديده بتقود النادي الاهلي لحلم جديد، نروح نشوفه وبعدها هنضم لينا زميلتنا سلا حامد هتستعرض معانا كل اخبار النادي الاهلي في المونديال، و يعني زي ما بقول لحضراتكم قضيه جديده تقود النادي الاهلي لحلم جديد. قضيه جديده تصعد بالاهلي الى نصف نهائي الاحلام في ليله من ليالي الف ليله وليله. حقق الأهلي فوزا بهدف نظيف على سياتل ساوندرز الأمريكي بطل الكونكاكاف، سجله محمد مجدي أفشا صاحب القضية ممكن في الوقت القاتل كعادته، ليصعد الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022 في المغرب الشقيق. سيكون الأهلي نادي القرن الأفريقي على موعد مع ريال مدريد الإسباني نادي القرن الأوروبي في لقاء رسمي يجمع بين الكبيرين، وستتجه إليه أنظار العالم أجمع يوم الأربعاء القادم في العاصمة المغربية الرباط. واجهة الكرة المصرية والإفريقية والعربية في لقاء للتاريخ والمتعة أمام منافسه الأول على لقب النادي الأكثر تتويجا بالبطولات القارية في العالم، ليظل الأهلي يؤكد المقولة ويرسخها: الأهلي واجهة الرياضة المصرية بلا منازع أو شريك. ما يقدمه المارد الأحمر في مشاركته الثامنة والثالثة على التوالي في كأس العالم للأندية ووصوله إلى المربع الذهبي للمرة الخامسة يمثل إنجازاً غير مسبوق ومعجزة تضاف إلى تاريخ معجزات القلعة الحمراء وتاريخها المسطر بحروف من ذهب في سجلات الكرة العالمية. لم تعرف بطولة كأس العالم للأندية منذ انطلاقتها بطلاً مصرياً سوى الأهلي، ولم تقدم الكرة المصرية اسما عالميا سوى الأهلي. هذا هو التاريخ والحاضر. كم أنت كبير، كم أنت عظيم. هنا الأهلي، والأهلي لا يكفيه الكلام، فهو الزعيم وهو الهمام، أسطورة مصرية وعربية وعالمية بالانتصارات والبطولات والأرقام. قفشة الحقيقة رائع جدا، إن شاء الله نتمنى له كل التوفيق، ونتمنى لكل زملائه التوفيق إن شاء الله يوم الأربعاء القادم في مباراة الكل ينتظرها، مباراة أهم فريق في إفريقيا وأهم فريق في أوروبا هيلعبوا ضد بعض إن شاء الله في الدور قبل النهائي. كابتن هاني، صحيح، يعني مباراة كلنا منتظرينها بفارغ الصبر، مباراة تاني بقول مباراة للتاريخ، مباراة إن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي يظهر فيها بشكل يليق بالكرة المصرية والعربية والأفريقية.